إحياء ملتقى صحار السياحي ليكون في نسخته الثانية بتنظيم من إدارة السياحة بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وأهمية المشاركة في إبراز وتطوير الحركة السياحية، بالإضافة إلى النجاح الذي حققه الملتقى في نسخته الأولى، وذلك بتقديم العديد من البرامج والفعاليات التي تجسد الاحتفالات التي تقوم بها وزارة السياحة في مختلف محافظات السلطنة من خلال فعاليات متنوعة ثقافية سياحية علمية وترفيهية للنهوض بقطاع السياحة والترويج لأهمية السياحة الداخلية. ولاية صحار يعني من الولايات اللي هي تزخر بالموروث قديما، و شدني كثير حقيقة ما رأيته من توقات من مشغولات سواء كان يدوية أو سعافيات أو غيرها. تحلى المسايل في عمان، دار الكرم دار الأمان، تاريخ يشهد من زمان، ما توصف أحبار وقلم صبيان يكبر. تنشيط الحركة السياحية الداخلية والخارجية وموروث آبائنا وأجدادنا من صناعات حرفية وفنون شعبية، والذي يعتبر موروث حضاري ينبغي المحافظة عليه من خلال استمرارية مثل هذه الفعاليات في الأسواق التقليدية. نيتنا أفكار يعني نلوي الحاضر بالماضي، ونتبنى أفكار جديدة من تغليف هدايا وكذا، بس من منتجات النخلة بالنفس. وتعد فكرة ملتقى صحار السياحي نموذجا للأهداف التي يروج لها في المجتمع، والتي تنسجم مع توجه وزارة السياحة في الجمع بين السياحة والتراث والثقافة وإبراز الهوية العمانية. جاء هذا الملتقى الثاني بعد أن كان عند الملتقى الأول اللي هو في عام 2012 بمناسبة مسقط عاصمة السياحة العربية لعام 2012. طبعا يشتمل هذا على إبراز التراث العماني سواء من فنون أو أكلات عمانية أو ما شابه ذلك. إدارات حكومية وقطاعات خاصة وفرق أهلية شاركت في إنجاح هذا الملتقى الذي يقام سنويا في صحار، لإبراز أهمية السياحة والتراث وما تتميز به محافظتا الباطنة. علي بن عبد الله العجمي، ولاية صحار.